لما تيجي تفتح الداتا بتاع التليفون مش بيظهر لك اي شبكة خالص، لا شبكة الفور جي او حتى 3 جي، ولا حتى بيظهر لك انترنت. كمان لما تيجي تفتح الداتا ممكن يقول لك لم يتم تسجيل في الشبكة. تعالوا بينا كده نشوف الحل مع بعض. دلوقتي هنحل مع بعض مشكلة لم يتم تسجيل على الشبكة او الشبكة غير متاحة عندنا في التليفونات لما نيجي نفتح الداتا او نفتح الواي فاي او نفتح اي داتا توصلنا بالانترنت. دلوقتي انا اروح عندي كده على الشريحة بتاعتي بطلب نجمة 3 تمانيات نجمة 4 شباك، وعلى حسب نوع الشبكة بتاعتك هتلاقي سايب لك الرابط موجود في التعليقات او الوصف، تدخل عليها وبعدين تعمل اتصال عندك كده عندك في اجراء المكالمة او تعمل اتصال على طول. على طول هيظهر لك هنا اللغة العربية واللغة الإنجليزية، اختار اللغة العربية زي ما انا قلت لك. حسب نوع الشبكة بتاعتك هتلاقي الكود موجود في الرابط اللي موجود في الوصف او التعليقات. هتلاقي هنا حاجة اسمها كلمة تنشيط الشبكة، بتختار رقم 3، بعد كده بتضغط على كلمة ارسال ويقول لك هنا جاري تنفيذ طلبك ويرجى اعادة تشغيل الهاتف الان. من هنا بقى بتبدأ تعمل ريستارت او تعمل تعيد تشغيل الجهاز من جديد، تضغط على زر الباور طويل وتعمل اعادة تشغيل. او في طريقة تانية كده لازم انت تجربها، يعني انك بتروح عندك تخرج كده خالص بره وبعدين تروح عندك على الاعدادات، ومن الاعدادات بتدور على حاجة هنا اسمها الاتصالات، وبتروح عندك تنزل تحت كده شوية تنزل على حاجة اسمها شبكات الهواتف المحمولة، بتضغط عليها ضغطة كده وتتأكد ان نمط الشبكة بتاعك تلقائي اللي هو اول واحدة هنا من 2G ل3G ل LTE او 4G. لو موجود عندك ال4G حاول تختار الفورجي عندك. تمام، بترجع كده ورا خطوة كمان وبرضو نفس النظام على نمط الشبكة لو معاك شريحة تانية على التليفون بتاعك. دلوقتي هقرب لك كده الكاميرا شوية علشان اوضح لك الموضوع كده. زي ما انت شايف ادي اسماء نقاط الوصول، بتضغط كده عليها ضغطة واحدة وبرضو بتتأكد ان الشبكة بتاعتك متسجلة في اسماء نقاط الوصول هنا، يعني مثلا عندي فودافون انترنت بتكون انت مسجل عليها اهم حاجة، كذلك برضو في الشريحة التانية. طيب دلوقتي برجع كده ورا كمان خطوة وروح عندي على حاجة اسمها المزيد من ضبط الاتصال. خلي بالك ان في حاجة اسمها DNS، المهم تكون عامل لها ايقاف تشغيل على ما يتم تشغيل الداتا بتاعتك. برضو انا كده لو جيت اجرب عندي برضو لو جيت كده اجرب عندي على التليفون كده افتح عليه داتا ومشغل الداتا كده عليه، هلاقي شبكة عندي هنا ال4G مش شغالة خالص زي ما انت شايف كده، يعني لما اجي افتح الداتا كده مش شغالة. حتى كمان لو حولت على الفودافون تمام برضو مش شغال. كل عليا بس ان انا بعمل بعيد تشغيل الجهاز، بروح كده عندي اهو وبعمل اعادة تشغيل. وزي ما انت شايف كده ادي شبكة ال4G ظهرت معايا فوق هنا اهي، بعد ما عملنا الشرح بتاعنا والطريقة بتاعتنا من خلال الاعدادات ومن خلال الكود اللي احنا عملناه كود تنشيط الشبكة. وزي ما انا قلت لك على حسب نوع الشبكة بتاعتك انت هتلاقي كل حاجة موجودة في الرابط اللي في الوصف اسفل الفيديو، واشوفكم في حلقة جديدة، مع السلامة. وبكده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، ياريت ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة، ومع السلامة.